بنحب نعايد كل المعلمين. طبعا احنا ما وصلنا للجامعه الا بفضل المعلمين يعني، والمعلمين طبعا كان لهم اثر كبير، وهن اللي خلونا اخذناهم قدوه لحتى طلعنا للجامعه ولحتى فتنا التخصصات اللي بنحبها. كثير لي ذكريات مع معلميني، طبعا كثير بحبهم، وهيك كنت طالب شاطر بالمدرسه، فانا بتذكرهم وهن بيتذكروني دائما وبقول لهم كل عام. مميز يمكن بالنسبه لي يعني نوعا ما، ايه الحمد لله. ايه فكنت انا دائما اتذكرهم، دائما لهلا بتذكرهم بالخير، وبس شوفهم بسلم عليهم، وهن دائما طبعا يعني بيحبونا، بيحبوا يشوفوا طلابهم بيفتخروا فيهم، ونحن كمان كثير بنتشكرهم وبنقول لهم كل عام وهن بألف خير. المعلم له اثر بحياتك، شو بتقول له؟ ما عندي تعبير لأتشكره على أي شيء قدم لي إياه كان سبب فرحة أو مساعدة. عاجز عن إني أعبر له عن تشكراتي. كل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وأنتم أصحاب الفضل علينا، متشكر كل جهودكم اللي بذلتوها مشان توصلوا لهالمرحلة. يعني بصراحة في كتير يعني من أصحاب الفضل علينا، يعني أول شيء بدي خص بالذكر أنستي سناء إبراهيم، وأنستي أنستي ريم رابع، أنستي اللغة العربية، يعني لولاهم ما كنت وصلت لهون بنوب. بقولك الأستاذ ولكل أنسي يعني شاركوا بتأسيسنا علمياً ومعرفياً وثقافياً، شكراً. بمناسبة عيد المعلم طبعاً بحب وجه رسالة شكر لجميع الأساتذة اللي درسونا بجميع المراحل، من صف الابتدائي للإعدادي للثانوي وحتى بالمرحلة الجامعية، وهلح ولحد الآن نحن طلاب دراسات عليا، بوجه لهم تحية شكر كتير كبير. إلهم ذكريات؟ أكيد طبعاً، إلهم فضل بصراحة، مو ذكريات، إلهم فضل كتير كبير علينا، الله يجزيهم عنا كل خير.